السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أختي الكريمة، حياكم الله. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على الطريقة الصحيحة لصنع نابض أو ما نطلق عليه بأمورتيسور لبنادق الصيد تحت الماء. النابض أو الأمورتيسور في بندقية الصيد تحت الماء له دور فعال، خاصة في البنادق التي لا تحتوي على بكرة أو مولينة. فالنابض نستعمله في البنادق التي ليست بها بكرة وليس بها مولينة. دوره هو شل حركة الارتداد إثر سحب خيط البندقية من طرف الرمح المنطلق. هذا هو دوره، فيشل ذاك الارتداد. وكل ما سنحتاج له لصناعة هذا النابض أو هذا الأمورتيسور أنبوب مجوف يتمدد مطاطي يتمدد، خيط من النيلون، قليل من ماء الصابون لتمرير خيط النيلون داخل الأنبوب المجوف، كذلك إمريون. هناك نوع من الإمريون العادي كهذا يستعمل في الصيد كثيرا، لكن هذا إمريون كذلك هو يستعمل في الصيد، لكن نستعمله نحن في الصيد تحت الماء حتى نتمكن من إزالة الخيط الرمح وإرجاعه بكل سهولة وبسرعة تامة. إذن هذا كل ما سنحتاجه. وهناك أنواع كثيرة من الزمريون، لكم أن تختاروا ما شئتم. نبدأ على بركة الله. نضع قليلا من ماء الصابون أو الشامبوان على خيط الدينما حتى يسهل إدخاله في هذا الأنبوب، ثم نقوم بربطه بهذا الشكل. بالنسبة للعقدة فكل يرتاح لعقدة خاصة به. بالنسبة لي أنا من بين العقد التي أستعملها كثيرا هي هذه، أمررها المرة الأولى ثم المرة الثانية وأقوم بجمعها على هذا الشكل. أقوم بقطعها وحرق الرأس. إذن هذه هي الطريقة. ثم الآن نقوم بإدخال هذا الأنبوب
ها قد وضعناه في المكان المحدد له والمكان المناسب. سنقوم بربطه الآن. كما ترون فقد تمت العقدة بسلام وبأمان، فيمكنكم أن تضعوا أكثر من عقدة. الآن كيف سنستطيع جعله أو جعل الخيط يتمدد بشكل جيد؟ أمر جد سهل. نقوم بوضع ماسك بإمساكها بهذه الطريقة ونتحكم جيدا في الأنبوب ونقوم بمده بهذه الطريقة إلى آخر مكان له ثم نعيده مع شد هذه المنطقة بإحكام، ثم نقوم بقطع هذه المنطقة هكذا. السر كله أين يكمن؟ يكمن في هذا الخيط المتجمع داخل الأنبوب. إذن نقوم بإحكام عقدة ها هنا نحكم العقدة جيدا بهذا الشكل. نقوم بقطع هذه المنطقة الزائدة وحرقها كذلك. ثم نعيد الكرة مرة أخرى مع وضع قليل من ماء في العقدة حتى يسهل إدخالها في الأنبوب، ثم نعيد كما ترون لم يبقى لنا إلا أن نعقد عقدة جيدة ها هنا.
نحكم إطباق على العقدة جيدا. ثم نقوم بقطع البقية الزائدة. وها هو نابضنا قد تمكننا من صنعه بشكل جيد. إذن أخي الكريم أختي الكريمة، كانت هذه هي طريقة صنع النابض أو الأمورتيسور. أرجو أن أكون قد أفدتكم بها. فهذه الطريقة تجعل منه نابضا جيدا وفعالا بشكل كبير، أفادنا كثيرا في الصيد تحت الماء. كانت معكم قناة نور CSM، نور شاسومارين. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.